لوحات فنية حاملة طابعاً يمزج بين التجريدي والواقعي وبأسلوب فني جديد وتحت عنوان النهايات اللامحدودة، حيث أقام الفنان التشكيلي مؤيد كنعان معرضه الثاني في صالة المعارض بكلية الهندسة المدنية في جامعة البعث بحمص. اليوم المعرض الفردي الثاني بالنسبة لي، السنة الماضية كان في تجربة لنا بجامعة البعث بصالة المعارض بكلية الهندسة المدنية. هذا المعرض الفردي الثاني بالنسبة لي، قدمنا نموذج جديد اليوم بالرسم في بعض الإضافات عن المعرض السابق بالألوان المائية وبالقهوة اللي نالت إعجاب كثير من الجمهور. يتضمن المعرض 60 لوحة تنوعت فيها وسائل الرسم وأساليبه، مستعملا فيها السكين والريشة ليرسم بالقهوة والألوان الزيتية والمائية مواضيعا مختلفة، عاكسا صورا عن الحياة والحب والحرب، منها بين الحاضر والماضي والمرأة بطبيعتها وفطرتها، لافتا إعجاب زوار المعرض. اللوحات بشكل عام انه كلياتها بتلاقيها حلوه وهيك، بس في اللوحات اللي مراسمه بالقهوه وهي الشغلات كثير بتحسها انه معبره. اليوم المعرض كان كثير حلو، يعني اليوم شفنا لوحات جديده بالقهوه. المعرض كثير كان حلو وفيه كثير شغلات ملفتة للنظر، يعني في المدن، في عندك مزيج بالالوان، في عندك يعني فكره عم توصل من اللوحه. اللي عجبني بالمعرض انه ملفت كثير، يعني كل صوره بتحسها عم تحكي. معرض كثير حلو، يعني شيء جيد انه تكون الحياه انه تستمر ونشوف المعارض. يتميز اسلوب الفنان التشكيلي مؤيد كنعان بالجراه الواعيه مع عنصر المفاجاه، تاركا المساحه في عيون وخيال المتلقي لما تحمل لوحاته من التنوع في المواضيع بإبداع يلامس وجدان وأحاسيس الإنسان.